تحرك منخفض جوي على مناطق الغرب الليبي خلال الساعات، أو بدأ قد تكون المنخفض الجوي، لكن خلال الساعات القادمة سيبدأ تأثيره على المنطقة الغربية بتكون السحب بداية، ثم تكون سحب رعدية ماطرة بإذن الله على مناطق الدواخل، مناطق غدامس، الحمادة، كذلك الجفرة، وصولا إلى العوانات، عديد من المناطق أيضا في القريات هون. هذه المناطق ستشهد أمطار وفي بعضها غزير خلال يوم الغد بإذن الله تعالى، أخذ الحيطة والحذر على هذه المناطق، ربما أو لجريان أودية على مناطق الحمادة، مناطق عديدة من طبعا كل ذلك بسبب منخفض جوي، وإن كان يفتقد إلى الدعم في طبقات الجو العليا بشكل تام، ولكن تبقى فرصة الأمطار موجودة حتى على مناطق الشمال بإذن الله، مناطق طرابلس، وتكون من منطقة إلى أخرى أمطار من منطقة إلى أخرى، أي متفرقة لا تشمل كل المناطق الغربية، وحتى الجبل جبل نفوسة من منطقة إلى أخرى. إذن ستكون الأمطار متفرقة بإذن الله تعالى، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة يوم الأحد أو بداية من يوم الغد، ويوم الأحد تكون أكثر انخفاضا، بينما تكون المنطقة الشرقية أو تتأثر المنطقة الشرقية بهذا المنخفض بشكل كبير وكبير جدا، برياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى أكثر من 70 كيلومتر في الساعة. الأتربة متارة على هذه المنطقة، بنغازي، جدابية وباقي المناطق الأخرى، ستسوء الرؤية الأفقية وتكون الرؤية ضعيفة في بعض المناطق، خاصة في مناطق الصحراء أو مناطق جنوب جدابية، وكذلك في بعض من مناطق جنوب بني غازي. وصولا إلى المنطقة الجنوبية الشرقية والتي تشهد أيضا رياح جنوبية نشطة بعض الشيء، ودرجات الحرارة في نفس المعدل ما بين أو في أواسط 25 بإذن الله تعالى، فيما تبقى درجات الحرارة على مناطق الجنوب الغربي في كل من سبها، مرزق، القطرون، وباري، غات، هذه المناطق أيضا درجات الحرارة لا تغير يذكر فيها، وإن كانت الاحتمالية أيضا تشهد أو تكون على هذه المنطقة في سبها في بعض المناطق مرزق ووصولا إلى بعض المناطق، ولكن معظم المناطق التي ستشهد أمطار هي غدامس، كذلك وصولا إلى القريات هون، الجفرة بصفة عامة. هذه المناطق خلال يوم الغد ستكون السحب رعدية وماطرة، وأحيانا تكون مصحوبة بغزارة الأمطار. بالنسبة للنشرة الخاصة بالصيد البحري، طبعا هذه السحب سحب متوسطة ستظهر حتى على المنطقة الغربية منخفضة ومتوسطة خلال يوم الغد، ستتحرك من الجنوب بمحادات المنخفض الجوي الذي سيظهر من هذه المنطقة مصحوبا بأمطار. أما النشرة الخاصة بالصيد البحري على السواحل الغربية، لازال البحر خلال هذا اليوم، خلال يوم الغد صباحا لازال البحر الموج مستقر، وارتفاعه بإذن الله سيكون من ربع متر إلى 75 سنتي، إذن البحر هادئ إلى قليل التموج، لكن من مساء يوم الغد تزداد سرعة الرياح، سيرتفع الموج إلى أكثر من مترين ونص بداية من ليلة الغد، ويوم الأحد بالتحديد سيكون البحر مضطرب على الساحل الغربي. الساحل الشرقي رياح نشطة وتصل سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة، أي تزيد على أكثر من 25 عقدة، ولهذا تحذير للسادة البحارة على هذه المنطقة على السواحل الشرقية، رؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الغبار المنتشر على السواحل الشرقية تحديدا، رياح نشطة إذن بصفة عامة. إذن بإذن الله تعالى نتوقع أمطار منتظرة، انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم الغد ويوم الأحد بإذن الله تعالى، ولكن ستكون متفرقة، أي لا تشمل كل المناطق الغربية ثم تتحرك ناحية المنطقة الشرقية. لم يبقى إلا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم واليومين القادمين. إلى اللقاء.